إليكم ما يثبت نعم أن الشركات التي تم منحها استثمارات نعم. كبيرة بالعراق هي شركات متلكية؟ أحد المدن الجديدة موجودة الآن ومحال على شركات تركية بعد أخو أكثر بعد بس أقول اسم المدينة واسم المدينة إن شاء الله راح يوصل له بمسج أو يوصل له الشركة بالله. التركية المتعاقدة على أحد المدن الجديدة شركة غير متمكنة ومو أنا اللي أقول هذا الكلام تقولها الهيئة الوطنية دكتور حيدر مكية والجروب اللي عنده اللجنة المسؤولة دولة الرئيس واصلك هذا الكلام احنا نشتغل للصالح العام ونريد نعاونك أحسن إذا واصلك فأنت صاحب القرار يعني وإذا ما واصلك فالناس الآن تقول بهذا الشكل وهم والسيد النائب قاعد مطالب والهيئة الوطنية للاستثمار أن يعطوك الأدلة ترى احنا نريدك تنجح والله العظيم نريد ننجح احنا نريدك تنجح قضية مهمة اي كل الأراضي اللي قاعد تعطى استثمار هي في قلب بغداد اي هاي 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 ليش؟ ولقاء مبالغ مو بلاش. مو قيمتها لا يعني ليش مثلا بلاش. اللي مقابل هذا المبنى مال مجلس الوزراء اي ركسوس هذا قيمته لا تقل عن 3 مليار دولار وهذا باستثناء فانت لما تبني وتفرض علي شقه بكذا مبلغ انت ليش حسبتها الحكومه تابعتها انتم تردون تطورون السكن في البلد هذا منين يجيب 250 الف دولار حتى يبني له شقه او يقعد له في شقه انتم تروحون للفقراء غير تردون مال الفقراء هاي الشركة اللي بطلها جند المجهول مدر نصب الشهيد نعم زين هي هاي المنطقة انت تسوي بها مجمع سكني انا اقعد بيها فهذا الفقير يقعد بيها زين التحاير بذول اللي عطوا مليارات فلابد ان الحكومة تضع يعني قواعد ومعايير تعالوا انتم هسه ما قلت 7 و8 ماكو اكثر من عندهم ترى يعبرون منا ويجون منا سبع شركات اي متوزعين عليها فانتم ماخذين الارض تقريبا بلاش او شبه البلاش 2% وهي قلب بغداد زين انا لما اجي اروح اخذ شقه مثلا على سبيل المثال بيش احسب لي عندك فلوس ها عندك تشتري ما عندي ها ما عندي تابع لك قميص ثاني خلي يخلص البرنامج قصدي لابد أن الدولة تعالج أو الحكومة تعالج هذه المسألة والله يا سيادة القاضي أنا وقتي خلص لكن أنا ألتقي بكم حتى نقدر نعاون هذا الرجل ونعاون من الذين يؤمنون أنه ممكن أن يتقدموا بالبلد احنا كل اللي علينا عندنا هذا الصوت نقوله هسه يجوز ما يرضون الجماعة يسوون لنا شغلة باكر اللهم ربي عندنا شغل وياكنا نقول كلمة حق إذا رضى بها الشعب هو هذا الفوز والحكومة تقبل ما تقبل ما عندنا شغل بهذا يرضون ما يرضون السيد القاضي وائل عبد اللطيف تحياتي واحترامي نائب رئيس هيئة الاستثمار ممكن يعني نص دقيقة أي. الموضوع اللي يتكلم به سيادة القاضي احنا ذاهبين كلجنة استثمار بتعديل قانون الاستثمار وهذا موضوع أسعار الشقق ضمناه أنه المفروض المستثمر يلتزم بالسعر اللي انطاه بالجدول الاقتصادية وإذا ما التزم المفروض على الهيئات الوطنية وهيئة الاستثمار ممكن حتى تسحب الإجازة فإحنا هذا الموضوع تقيد. مهم جدا أو تقيد. أو تقيد. انتهى الوقت شكرا يعني. لكم ضيوف الكرام